السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته فوعاها، أتقن حفظها، ثم أداها للناس كما سمعها من رسول الله أو كما بلغته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعو له الرسول بنضارة الوجه، أن يكون وجهه من الوجوه الناضرة يوم القيامة. هذا في حث لنا على تعلم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبثه ونشره في الناس. وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات ربي وسلامه على النبي الكريم محمد. هذا مجلس للتذكير بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الإسلام بدأ في مكة غريبا، بدأ غريبا على الناس، الناس يعبدون مع الله آلهة أخرى، يعبدون مع الله، يدعون مع الله آلهة أخرى، اخترقوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحرموا أشياء من الطيبات لم يحرمها الله ولا رسوله، واستباحوا محرمات كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وكان قويهم يقهر ضعيفهم، وكان غنيهم يزدري فقيرهم، فكانوا في بعد بعيد عن الدين، كانوا في عياذا بالله في زنا وخمر وعربدة وسكر، كل هذا كانوا يعيشونه في جاهليتهم. وكان هناك والعياذ بالله نكاح البغايا ونكاح أصحاب الرايات، صور من الأنكحة الفاسدة والأنكحة الباطلة، كان الناس فيها قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقرون التقوى ولا يعرفون للتقوى معنى، بل يتفاخرون بالأحساب، يتفاخرون بالأنساب، يدعون بدعوى الجاهلية. فبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان مما جاء به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام دعوته إلى التوحيد، فاستنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المحرمات، عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور استغربوا جدا هذا النهي، ولكن بفضل الله ويوما بعد يوم يدخل الناس في دين الله أفواجا، وتزول الغربة، تزول الغربة يوما بعد يوم. وصدق الله إذ قال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. فظهر الإسلام وانتشر، وسار الناس على هذا الدرب الكريم، درب الإسلام ودرب التوحيد وضرب السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كمل الدين والحمد لله،
كمل الدين والحمد لله، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد أن كمل هذا الدين القيم والحمد لله، أخبر الرسول أن الدين سيكون في تراجع، إذ قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل اسم من أسمائها. طوبى لهؤلاء الغرباء المستمسكين بدينهم على صلابة فيه. لا أخفى عليكم أن الفتن دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتنة بعد فتنة، حتى أصبح المستمسك فيها بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم غريبا في الناس. أصبح المستمسك بدينه غريبا في الناس، المستمسك بالمعتقد الصحيح أصبح غريبا في الناس، أصبح غريبا في الناس. أصبح الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تدعو أحدا من دون الله، الرسول لا يكشف الضر، ولا أولياء الله يكشفون الضر، ولا يجيبون المضطر، أصبح غريبا. كيف تقول هذا؟ الذي يثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات أصبح غريبا في الناس. أصبح أيضا، أصبحت الغربة في كل شيء. أصبحت إذا كنت تلبس لباس رسول الله الأبيض المنير الطيب، تلبس لباس رسول الله، في بعض الدول أصبحت كالغراب الأبيض في وسط الغربان السود، مستنكر شكلك، مستنكر منظرك. وكان كما لا يخفى عليكم أحب الثياب إلى رسول الله القميص، فأصبحت إن كنت ترتدي القميص الثوب الجميل الأبيض وتدخل في بعض الدول العربية بعض المطاعم، تمنع من دخول المطعم، تمنع من دخول النادي، لا لجرم ارتكبته، بل فقط لكونك تلبس لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اصطحبت زوجتك التي اكتست بالعفة والحياء واكتست بالوقار واكتست بالحشمة وغطت وجهها عن أعين الرجال، لا يسمح لها بدخول النوادي، أصبحت مستنكرة وأصبحت غريبة، لا لشيء إلا للتمسك بما كانت عليه النسوة زمن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت المستمسكة بما عليه رسول نساء رسول الله وبنات رسول الله، أصبحت مستغربة، تمشي في الناس غريبة، يسخر منها ويستهزأ بها، والتي تمشي حاسرة عن رأسها وكاشفة عن ما حرم الله النظر إليه هي التي توقر وهي التي تبجل. صدق الله إذ قال في كتابه الكريم، أو صدق النبي الأمين إذ قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وصدق الأمين إذ قال صلوات ربي وسلامه عليه: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فانتشرت غربة الإسلام، وأصبح المستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله في هذا الزمان غرباء. أصبح المستمسكون بالكتاب والسنة غرباء. بعد إذا قلت للناس: يا ناس لا تأكلوا الربا، لا تودعوا الأموال في البنوك وتأكلوا الربا، أصبحت مهجورا، لك تأتي ببدعة من القول عندهم. أصبحت إذا قلت للبنت التي تمشي متبرجة: يا بني استتري، يا بني لا تلبس البناطيل، يا بني اتق الله، أصبحت أنت غريبا مستهجنا مستنكرا، ويجب أن تبعد. والذي يبقى هو الذي يقر ما عليه الناس من باطل، عياذا بالله من الباطل. فأصبحت الغربة ممتدة، ولذا جاءت النصوص
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا في بيان أن الإسلام سيكون غريبا، ورد في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أعل بعلة اغتفرها بعض العلماء، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. بين يدي الساعة سنوات خداعة صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر الناس. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة ستنزع من قلوب الرجال حتى لا يكاد يقال إن في بني فلان رجل أمين. الأمانة تنزع من قلوب الرجال، يبقى أثرها مثل الوجل أو مثل يبقى أثرها كالنار إذا أحرقت جزءا تنتفخ، تراه منتبرا. فالأمانة تنزع من قلوب الناس بين يدي الساعة لا تكاد تبيع وتشتري. إذا سمعت فلانا إن في بني فلان رجل أمين فستقل الأمانة بين يدي الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. فيفيد أن الناس سيرجعون شيئا فشيئا عن الدين وعن الاستمساك به. ولذا قد قال الله تعالى في شأن المقربين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهم قلة المستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله. أيها الإخوة، يلزمنا الثبات على ديننا حتى الممات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة: جمع أبناءه من حوله ووصاهم بوصية قال فيها: يا أبنائي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت هذه وصيته لأبنائه بالثبات على هذا الدين القيم، ثبات على الدين الحنيف حتى نلقى الله في أمن وأمان يوم نلقاه. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يقول: قل لي يا رسول الله قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلام موجز، وقد قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، عند الوفاة تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالثبات الثبات أيها الإخوة والأخوات، الثبات على هذا الدين الطيب. الرسول حذر من اتباع سنن الكفار وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قيل: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. فأصبح المسلمون يتابعون اليهود والنصارى في أفكارهم، في معتقداتهم، في ملابسهم، في طريقة أكلهم، في طريقة شربهم، في أعيادهم. أصبحوا يتتبعون اليهود والنصارى في كل هذا، ينشئون أعيادا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، عيد ميلاد، عيد أسرة، عيد حب، عيد زواج، عيد عيد عيد، وليس ذلك في كتاب ولا في سنة. في الملبس تتبع النساء أحدث أنواع الموضة المستوردة من أوروبا الكافرة وترتديها. في اللغة
التي يتحدث بها الناس، إذا تكلمت باللغة التي نزل بها القرآن لغة العرب أصبحت غريبا في الناس، يضحكون منك. ولكن إذا تعجمت ولويت لسانك بمامي بابي طنط أنكل تيتا تيزا، كل هذا عبارة عن التقدم عندهم، والتقدم كل التقدم، والتقدم من جنات النعيم. إلزم قول الله، إلزم قول رسول الله، تعلم اللغة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قل يا بابي يا مامي أبدا، بل إذا تكلمت بلغة العرب الآن أصبحت مستهجنا مستغربا. تتكلم باللغة العجمية وتلوي لسانك بها كي جي وان كي جي تو، وتترك اللغة العربية أصبحت عندهم متقدما، أصبحت عندهم متقدما. وهكذا في كل الأبواب، طريقة الطعام، طريقة الشراب، طريقة لك. أشد من ذلك وأنكى، أشد من ذلك وأنكى تبني المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دور الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر الهدامة، وآخر نتنها هذا النتن المسمى بالمثلية، ولا نسميه بالمثلية بل نسميه فعل قوم لوط، حتى تقوم دولة كبيرة من دول الكفر والمسمى بأمريكا لا بورك فيها، تطلي كل واجهة بيتها الأبيض بشعارات قوم لوط، وإن هذا لمؤذن بعذاب أليم. ورب العزة لما أرسل الحجارة من سجيل على قوم لوط قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، لذلك والله نتوقع لهم عذابا أليما من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أخرج القصة من حيز الخصوص بقوم لوط إلى حيز العموم، فقال وما هي من الظالمين ببعيد. فأصبح الناس الآن يستمسكون بالهدي الوارد لهم من دول الكفر، في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في ألسنتهم، يعوجون ألسنتهم بالكلام ويلونه ليا، في أفكارهم. وترى واحدا منهم الآن ابتلي الناس بالذي ابتلوا به الكرة التي غطت على أصبحوا قطعان ضل من البشر تابع الكرة، ويصفق هذا لدولة كذا وهذا يصفق لدولة كذا، كله عبث وكله باطل لصرف الناس عن دينهم، فضلا المسارح والملاهي وسبل الضلال والشهوات والشبهات. أيها الإخوة، الثبات الثبات حتى الممات. أذكر بسبل أو ببعض سبل الثبات على هذا الدين. أولا يلزمنا أن نسأل الله الثبات ليل نهار، فهذه الفتن عياذا بالله تموج كموج البحر، لا منجى من الله إلا إليه، فنسأل الله الثبات. ولذلك كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكانت أكثر أيمان النبي لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر أيمانه لا ومقلب القلوب. وأهل الإيمان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك الخليل إبراهيم علم هذا علما جيدا، أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقال لقومي ولا أخاف ما تشركون به، أنا لست بخائف من أصنامكم ولا آلهتكم إلا أن يشاء ربي شيئا، قد يشاء إلا أن أتحول، ونعوذ بالله من التحول. وشعيب قال لقومه وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. فالمؤمن حذر يخشى على نفسه من أن يتقلب قلبه، فاسأل الله أن يثبت قلبك على دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذه أولى وسائل الثبات أيها الإخوة. ثم التمسك بالقرآن الكريم والسنة، ولا تبالي بأحد، عندك كتاب منير نزل من عند الله سبحانه، وإن خلفك الناس كلهم استمسك بكتاب الله. ربنا لما أخرج الأبوين الكريمين آدم وحواء من الجنة قال لهما اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاستمسك بالوحيين، بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقودنك بإذن الله إلى جنات النعيم. استمسك بالكتاب والسنة، انظر ماذا قال الله، انظر ماذا قال رسول الله، واستمسك بالوحيين. النبي في رجوعه من بعض المغازي نزل عند غدير وقال له: غدير خم. فقال لأصحابه يعظهم: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله سبحانه. وقال أيضا في الحديث الآخر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعليكم ثانيا بعد سؤال الثبات التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تغرنكم الكثرة الكاثرة من الناس. الكثرة الكاثرة من الناس بعيدون عن طريق الله. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فلا تغرنكم الكثرة أبدا، لا تغرنكم الكثرة من الناس، إنما صادقوا أهل الفضل وأهل الصلاح. لا تتعصبوا لجماعة ولا لمذهب، تعصبك لكتاب الله وسنة رسول الله. الإمام الصنعاني رحمه الله كان يشكو أيضا من مذهبية فرقت القوم وهاجمت من لم يستمسك بالكتاب والسنة، فقال في قصيدة له: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وإنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فارميه أهل الرفض بالنصب فرية، ارميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ إن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله، ثم الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب كما يقولون. وخير من ذلك قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اختر لك أصحابا صالحين يذكرونك بالله إذا ابتعدت عن طريق الله. الصاحب له تأثير، صاحب الأخيار، صاحب الفضلاء. إن نبي الله موسى علم ذلك فقال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت. فانتقي صحبة صالحة تعينك على طاعة الله، تعينك على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصاحب الصالح ينفعك وتنتفع به. إن مريم عليه السلام انتفعت انتفاعا عظيما بأن تربت في بيت نبوة طاهر وكريم في بيت زكريا عليه السلام، وهو انتفع بها، فكانت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق يسألها: أن لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهيجه كلامها على أن دعا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فبشر بيحيى. فمجالسة الأخيار فيها نفع وفيها تذكير بالله. ويكفي أن الله يقول في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والله يأمر نبيه بالصبر معهم والجلوس معهم. فصادق الصالحين، اقرأ سير أهل الفضل وأهل الصلاح في كتاب الله، تثبت بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، اثبتوا في هذه الأزمان التي تنتشر فيها الشبهات، تنتشر فيها الشهوات، ويستغرب فيها الإسلام. لا تستغربوا أبدا استنكار الناس عليكم. هذا عموما ماضي في التواريخ. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم
قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. تتبدل الأحوال يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الأحوال تتبدل يوم القيامة. قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. حافظ على نفسك يا عبد الله، حافظ على معتقدك يكون صحيحا لا يتشوش عليك معتقدك أنت تعبد إلها واحدا هو الذي يكشف الضر والذي يجيب المضطر والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، والذي يعبد ويرجى ويدعى ونذبح له وننزل له لوجهه الكريم. تعبد إلها واحدا، اثبت على عبادة الله وحده، اثبت على طاعة الله وطاعة رسوله، اثبت، امتنع عن الحرام، لا تأكل ربا، لا تتبرج يا فتاة، لا تتخنس أيها الرجل. وصدق من قال في أزمان: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجابه، عياذا بالله من ذلك. فاثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى المطعم الحلال، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حياكم.